أول مرة خليتك تروح لأنه خفت عليك تنسجن، وهلأ عم تلف وتدور بدك تروح، بس تروح وترتاح ما رح تتذكر بنتك أبدا. بس تفيق رح تلاقي حالك بعيلة جديدة ولغة تانية رح تنسى. هذا إلي أنا، بس بحس فيه إن شاء الله أنت بتحس فيه لما بتحضن بنتك.
اليوم جيت تعبانة كتير، قررت اني نظف الغرفة. مسكت سطل هالمي وسفقته على هالأرض وبلشت نظف بهالحيطان. انا وعم نظف لقيت شبكة عنكبوت جنب الخزانة. اول ما لمستها هرب العنكبوت ووقف على طرفها. بعد ما خربت جزء من بيته حسيته كتير خايف. حسيته بلحظة اني عم بخرب له بيته بكل معنى الكلمة. ما بدي انبسط بغرفة نظيفة على حسابه لهالكائن الصغير. تعال شرب قهوة لسا بكير. لا معلش شرب. لما بتشربها لحالك غير لما بتشربها بالبيت. اسمي امك، تعال شربها معي تكسبني. بكره ما بتعرف شو بيصير. ايه مرحبا بسيدة. ايه يا سيدة ابو عمار، مرحبا. الله يعطيك العافية. شو صار معنا شيء؟ فورا هلا؟ لا بدي شيء نص ساعة. ايه نص ساعة بقضي كم غرض بجي لعندك. ايه على راسي على راسي. الله يكثر خيرك يا رب يا رب يا رب. مو بصير فيك يا مدام، صار لك شهرين ثلاثة متأخرة علي. دكتور أنت بتعرف ظروف الحياة؟ الأولاد، المشاغل، عمي، ويمكن كمان لأني خايفة. الحقيقة ما بعرف شو بدي خبرك مدام، بس نتائج التحليل في انتشار غير مطمئن. شو؟ أنا الحقيقة ما رح خوفك، بس رح أطلب منك صور جديدة، تحاليل جديدة، بركي إن شاء الله مطمئن أكثر. رح أكتب لك يعني. لكان معقولة من 20 نسخة من هاي الرواية خلال 7 أشهر ما ينباع منها غير نسختين؟ مع إنه الزلمة مشهور، بس الناس ما عاد بدها تقرأ، ما عاد بدها تقرأ ولا تكتب. القراءة والكتابة ملكتان عقليتان، إيه بتعلمهم الواحد. أما النقر على النت هي عادة، عادة مثل المسبحة والأرجيلة وغيره وغيراته.
والله بفهم هاي التغيرات البنيوية على مستوى العالم وانهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية وبروز ثقافة القطب الواحد هذا تبع النظام العالمي الرأسمالي المعولم جلوبلايزيشن. شوف لي حواجبي زابطين فرانكوفوني جلوبلايزيشن ما بعرف شو يسموه هذول. شوف لي زابطين حواجبي شوف لي هيك حواجبي زابطين مثل بعض مثل بعض. هلا اليمين معفس شوية واليسار كمان بده شغل بده ندف اليسار مو؟ ونحن هذا العالم الثالث بالنص يمين فاضي عم يأجر فينا من الشرق والغرب والشمال والجنوب لك لاحظي مفردات الإنسان عنا صارت دوشكا وهاونة نزلت وهاونة طلعت شو دخل؟ شو دخل هذا المواطن المنتوف المدني شو دخل؟ شوف لي هيك زبطوا شوف هلا يا جماعة راح اكتب المبلغ على الورقة بمون ولا ما بمون؟ بمون يا ماما. ايه بس قديش؟ طول بالك ليش مستعجل؟ ولا يهمك ما بتكون الرطيان. شوفها يا شقة يا قل له مبروك. مبروك. شوف أخي فواز تكلنا على الله مبروك أكد إنه أخذوا للشغل بكرة ببيعوا بدون ما يشوفوا. كل مرة تقهرب اشتهيت شي مرة وتطلع من عندي ربحان. أنت مو خرج تلعب معي بنو حبيبي هني ليش جايبيني لهون؟ مو من شان ابسطك؟ ما انا جاي من شان خسر حالي وتنبسط انت. ها؟ ايه بس وين المدام؟ تاخرت صدقني ما عاد معي. طيب عود للعبك دق الثاني، عن ما قلي خد طارق. صدقني عم بقول لك ما عاد معي وقت، عندي شغل. شغل؟ ليش انت شو بتشتغل؟ انا؟ باركينج. شو؟ باركينج شبنا. شو هذا باركينج؟ يعني أنا وواحد تاني أخدين رصيف بجنب جسر فيكتوريا وعم نسترزق منه من السيارات يلي بتصب فوق هالرصيف. سهلة هي الشغلة يعني شو؟ سيارة بتجي بتوقف بعدين بتروح ترد بتجي وحدة سهلة. لا حبيبي لا مو هوينة أبداً لك هاي دويخة بتعرف ليش؟ لأنه السيارات كتار وزحمة كتير والمساحة بالشبر. يعني أنت طوال النهار واقف على أقدام رجلي؟ لا لا مو هيك أحياناً بيلحقنا راحة شي ساعة زمان. ما تواخذني عمي أبو مهرف تأخرت عليك. بسيطة مدام بسيطة أنا لسه معي وقت بلحق. ماشي شكراً يلا بخاطرك عود خليني أغلب. تسلم مرة تانية أخي مرة تانية خلصنا. مع السلامة. عمو كم مرة قلنا هدول الكراسي للبلكون بس ليش فوتهم على الصالون؟ هذا كله من ابو معروف قلت له لا تفوتهم ام هو ابو معروف فوت. اي معلش يلا بسيطة خير
روحته؟ قديش؟ 6 مليون بس. هي فيها بس نجوى؟ والله لو بعته على الخريطة قبل ما نستلمه كان جاب لنا الضعف. الخريطة؟ الخريطة هلا اختلفت كتير. سعر البيت قبل الحاجز غير سعره بعد الحاجز. صار ينحسب مو على الدولار. صار ينحسب على العملة الأصعب. الأمان. وهلا شو؟ أنت إذا بتعرفي ليش عم تسألي؟ حق المشوار. أمتى؟ بعد ما بعطي حرم وصاري هيك بشي يومين. 10,000 دولار يا دوبهم يطلعوا 50 مليون وشوي هيك شي. رح أحاول أترك لك مليون منهم بلكي لزمك شي. ما بعرف. طيب خلص ضب المصاري. السلام عليكم. أهلين سهيل، شو جايب لنا معك؟ الأبراج. الأبراج؟ إيمون 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 من المكتبة. إيمون مو ناقصني أنا الأبراج. إيمون العالم عم تشتريهم لأنه الناس مساطيل ما بدهم يقروا عن التفاوت الطبقي ويعرفوا إنه مشاكلهم سببها الاغتراب عن الإنتاج. بدهم بضربة حظ هيك فجأة يصيروا أغنياء ومليارديرية. صلي على النبي معلم، هدول آخر شيء عم يبيعوا بالسوق. وهدول شو هدول؟ هدول أمثال شعبية. أمثال شعبية أضربين. يلا باخذهم لهدول. في واحد سألني عنهم. في واحد. لا هدول خذهم رجعهم لأبو أحمد. قدي حقهم هدول؟ 14,000. قديش؟ 14,700. 14,700. خلاص قل له لأبو أحمد يحطهم على الحساب. ماشي؟ وهي لك مسيك. يعني أكيد تحصيل. لك إيه خلاص قل له لأبو أحمد هيك. يلا الله يحفظه. يا سلام عليكم. مع السلامة. شو شو صار بالبضاعة اللي قلت لك عنها؟ يا يومين رح يبعث لك يا معلم. شباب يا لبن. باي. مرحبا مان. سليمان. مرحبا. أهلين بابا. كنت مارق من هون قلت لحالي بيجي بشوفك. أكيد مشان موضوع السيارة وشراء السيارة. يعني إيه بس هالمرة غير. شوف صورتها. ما بدي اشتريها وما بدي وجهتها الراس. الله يرضى عليك. لا 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 هلا وقت تشوفها رح. ها شوف 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 ما احلاها. شوف لي هي. شوف هي. لا هي بالغلط. شوف شوف من هون. شوف الفرش تبعها ولا خدشه فيه. فيعني بقى القرار قرارك. يعني يا بنشتري السياره يا اما لا. سلام بابا. سلام باسم. طبعا لك سيدي اذا يعني ما استفدنا شيء ما راح نخسر شيء. بس ما قلت لي وين محله المشفى؟ ايه ايه عرفته. خلاص بيجي فورا. فهمت عليك الصور والاسماء. ايه 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 طبعا. الساعه 11 كون موجود انا. منيح الموعد بس يا ريت تخليه قبل 10 دقايق.
ايه مش هناخد وقتنا يعني، قبل ما نفوت ناخد شوية نفس إذا بتريد. ماشي، مع السلامة. يا رب يا رب دخيلك يا رب. شباب ايش عم طرفيني؟ كأنكم صرتوا أصحاب. يمكن. الخالي جميلة رايحة معكم؟ لساتك متضايق؟ لك أخي حط حالك محلة، الله يكون بعونه. أنا بدي طالعها من كل القصة. حاجتها زهير بعد كل العمر هذا حاجتها. مو ناقصة هموم ومسؤوليات ومشاكل وجيتها فوق قصة عنها. لو كملت معها يعني وكملتها هي معي. يلا روّي. كله مكفين، واحد للسفرة واحد لهلا. شو صار يعني؟ وين؟ ماشي. اقعد دخيل. خليك قاعد بس اديك شيء بشوفك بعدين. سلام. كمان انا رحت لعند الدكتورة وطلبت مني تحاليل جديدة. سلامتك حبيبتي. بناء على شو طلبتهم؟ بناء على التحاليل القديمة اللي عملناهم من شهرين. انت صادق من 3 أشهر وصار؟ معقول انت تأخرتي لهلا ليش؟ لكن ما بعرف كيف مرق الوقت، وبصراحة ما بدي ارجع للكيماوي. ما صدقت امتى شعراتي طوله. لا مالي سخيفة لهالدرجة، بس انت بتعرف هي المرحلة قديش صعبة. يعني الموت اسهل من الكيماوي، ما بدي ارجع له. الموت اسهل منه. ولا يهمك، من بكره الصبح بنعمل تحاليل غيرهم. نزلت وعملت التحاليل وكل شيء، طلع في انتكاسة. بس لا تقلق، المهم انت تكون مبسوط وسعيد. لا ولا يهمك، ان شاء الله ما رح يصير شيء. أكل مو هذا الموضوع اللي بدي احكي معك فيه. خير. انا بدي ارجع الشغل. وبتحسني؟ بدي احسن. بدي واجه الخبيث بالشغل، ما في غير هذا الحل. ايه طلعت على الدرج. ايه كمل. ايه كملت. في دخل؟ لا في على اليسار وفي على اليمين. ايه لقيتك. يلا راضك جاهزة؟ لكن حكي صابر رمشان. استاذ صابر غالي علينا. تفضل. هدول 11,500 دولار، عدهم. لا شو عدهم ولو؟ كتر خيرك. اهلا وسهلا، شرفت. Yeah.
صباح الخير. اخي لاجين صباح النور، جبت الزوج بنتك؟ لك وما يكون لك. بس ما يكون مخربطين بالاسماء. لا لا ما حيكون مخربطين، نجرب ان شاء الله. لك تفضل. أنا أنا أول شيء الله يرجع لكم بناتكم بخير والسلام. شكرا. وضع البنات كثير صعب ومعقد، بدي إياكم تقدروا هالوضع. تفضلوا معي. شرف. ما حدا اجى، ما حدا اجى. اسفين اسفين. تأذيني الله يخليك. والله ما لي علاقة، ما دخلني بشيء، ما شفتهم، انا ما بدي اشوفهم، ما بعرفهم. ما تأذوني يا الله يخليكم، ما تأذوني. انا والله ما لي علاقة، ما بدي، ما تأذوني. سيدي هدول اللي قلت لك عنهم، كل واحد عنده بنت مثل حكايتك، بس لساتها محتجزه. بدنا منك تعملي معروف تجاوبيهم اذا بتعرفي شيء. طبعا على راحتك. مرحبا عمو. نحن اسفين كثير بس مضطرين. انا عندي بنت اسمها سبا، هيك بنجي لك هي اذا شفتيها شيء او بتعرفي عنها شيء. هي صورتها. تفضل. يلا هانت، ما بي غير تنتين. ما نجم مرة تفوت انت لحالك، انا خليني هون يمكن تلاقي ارنا دخن فيها او شيء. مثل ما بدك، خذ نجيب. أخ نجيب، في بنت اسمها رند تعرفت على صورة بنتك آنة. شو قالت؟ قال شافتها. شو هالحكي؟ الفطر. أهلا وسهلا، تفضل. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين أهلين. أهزة رند تعرفت على بنتك وبنتي. انت بتعرفيها لأنا؟ ايه بعرفها. أنا يلي مهتمة بالوثائقي والسينما، صح؟ تمام. تمام، مزبوط عمو، مزبوط. ايه بعرفها. وركبت لي زر كمان. زر؟
أكتر شي كنت مستغربته إنه واحد بهيك وضع يكون معه علبة زرار. آخر مرة التقينا ما انتبهت له، بعدين قربت علي وقالت لي عندك زر مقطوع، وشالت زر من كنزتها وركبت لي. هذا الحكي له شهر تقريبا. تاني يوم الصبح اجوا ناس اخذوها مع مجموعة، وبقيت انا وكم بنت هون. يا ترى ما معلش حاولي تتذكري يعني اي شيء صار معها، حكيت لك يا او حدا حكى معها شيء او صار شيء هي معها او اي يعني شيء. كان صار لي يومين مو نايمة. يومين؟ طب انتو قدرتوا تعرفوا عمو انتو مع مين كنتوا موجودين؟ مين هدول اللي كانوا؟ لا. وهي كانت خايفة شي؟ طبيعي تكون خايفة، أي حدا بده يخاف مني. إذا بتريد طولنا زيادة عليها. آسف بس ثواني لو سمحت. حضرتك شو بتكون؟ انا عمتها لرند. معلش اذا رجعت طليت عليكم مره ثانيه اذا ما في ازعاج. ولو اهلا وسهلا باي وقت. عمو الزر اللي حكيتي لي عنه ركبت لك يا انا راح عمتو. كيفك؟ كيفك يا منظوم؟ الله يرضى عليك. شهر كامل ما بسمع صوتك؟ والله يا بابا ما عم بفضى، كل 15 يوم لحتى اجي على البيت يومين. اخذين مشروع غاز بالصحراء وعم نطلع عليه بالهليكوبتر. لا اذا هليكوبتر معلش، لو كانت طيارة تانية كنت زعلت منك كثير. مو هيك؟ استلم، انا رح بدل ثيابي وارجع لك. لك هاي كيفك؟ اهلين كيفك؟ شو انت اجيتي؟ والله انا اجيت مبارح مشان اشوف بابا، بكره راجع مره تانية. ياخ شو نحفان وحليان، شو عغيابك عنا؟ ايه فيكي تقولي هيك شي. والله مشتاقين لك كثير. بابا سارتر قصدك؟ ايه للمؤلف علي بدر. ايه ايه هلا بجيب لك اياه. تفضل. خير زعامة؟ شو في؟ هيك هي الرشيتة. درت على أربع خمس صيدليات قبل ما أوصل لهون. أجنبي مفقود وبده كومة مصاري. أوف العمل إيه؟ هيك قد إيه زايد بحساب الطاولات؟ ما بعرف، تكل اشوف لك اياه. ابو فيدال الغالي، يعطيك العافيه. اهلين. تفضل معي. لوين؟ بس ثانية، تعال معي شوف شغلة. خير شو في؟ لك تعال معي هلا. لك يلا. شرف. شوف لي اياها ما احلاها، هي هي. شوف لي هالعروس، وهي فتحة السقف. شلون؟ لا حلوة. والمحرك نحلة. بابا لا تطفي المحرك بوشك لعن صاحبها، قل له ما بدنا اياها، وإذا بتجيب لي سيرة السيارات من اليوم ورايح راح تشوف أبو فيديل غير شكل. الله معك رعينك. يلا. نعم حبيبي، أنت بكرة راح تسافر لألمانيا، تتعرف لي على شي وحدة شقرة حلوة مكحلة. بتنسيك مرتك وبتنسيك اولادك حتى بتنسيك بلدك. قال لم شمل قال. لك سدوا لبوزك، سدوا حاجة تقطش وتلحوش. شوف لي هذا غسان تبعك شو وضعه. قبل شوي حكى معي ولك وجاي على الطريق، انت ضب لي هالدولارات عم تحرقصك يعني؟ ضبهم بلا فضايح. لك اخ 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 يا صابر، بيت سياحنا يا حبيب يلعب فيه الخيل.
جناين وريحة الجوري البلدي والياسمين فيها بتشق الروح. طلع كيف صار. كمشي. على هيك عملة قديش زلت عالم وشعوب. والله معك حق لتحسين، معك حق، بس انت بكرة مو موصلتك لألمانيا تقوم تعمل لي معارض. حاكم نحن السوري طول ما هو بالبلد بتلاقي لك يا عائل وكانن، وما في مسيرة الله وكيلك تعتب عليه، بس يطلع لبرا بقوم بيساوي حاله معارض. على فكرة نعم، انت بس تلاقي واحد علاك اكثر منك رح يحكك جلدك. شوف لي هذا، مدري مين عمل لك مسكول، شوفه شوفه. ايه هذا غسان، شرف، روح شوفه بالمكتب الثاني. لا لا، روح لهيلي يا نص ساعة، بجوز انا اضطر اطلع وارجع. يلا روح. يلا. ايه نجوى، ليكي الله يخليكي، اجا هذا غسان، بس انا بجوز ناقصني شي 700 دولار، شوفي لي اياهم تحت المخدة شي، بجوز اضطر اجي. يلا 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 باي. يلا يلا يلا. أهلين. مرحبا. أهلين باسم، يعطيك العافية، شكرا كثير، تسلموا الإيدين. والله كنت بدي أتخانق معه مدام. لا ليش، دخيلك محتاجين وما في غيره قريب على بيتنا. عاد أنت مستعجلة عليه وصار بده ياخذ زيادة. مزبوط، أنا قلت له هيك ووعدته. معلش الأواعي صار لهم زمان مهملين، يعني بدهم تنظيف وتوصاية. طيب، توصيني شيء ثاني؟ بدي سلامتك، شكرا كثير. إذا بتحب تفضل في ديل هون. لا العفو، شكرا شكرا. يا أهلا وسهلا. شو هدول؟ انت عن جد راجع على الشغل؟ لا عم مزح، قلت لك. ليش؟ ماما شو هالسؤال ليش؟ ليش الواحد بيرجع على شغله؟ اصلا ليش الواحد بيشتغل بالاساس؟ بس انت لازمك رياحة. راحتي بالشغل، بدي ارجع للشيء اللي بحبه. انا تعبت هيك قاعده بلا شغله ولا عمله. شو لزوم هذا الحكي؟ يعني هلا بدك تقنعيني انه انت من شان المصاري عم تشتغلي؟ صدقني في دين مو من شان المصاري. الواحد هو طبيب حاله. وانا قررت واجه مرضي بشغلي. واجه مرضي بشغلي. بتواجهيه بالعلاج امي. والسيد كمال اللي عم يصرف مصاري يمين ويسار على حساب كيفه وتسلايته، انت اولى فيهم. انت عن شو عم تحكي؟ اه عن شو عم تحكي؟ جوزك الافندي اللي قاعد عم بتقول ابي بابا. ابي ابي اللي عم بتبخلن علينا، ابي اللي عم بيحسب علينا بالقلم والورقه. فيديل حاجه تبالغ وتقول ابوك بخيل. انت بتعرف انه ابوك كريم وما في اكرم منه، كانوا رح يبقى اسمعني ولا تروح. ولو ما كان كريم ما كنت ضليت حضرتك بالجامعة سنة سنتين، مزبوط حكي ولا لا؟ شو بلاقيك سكتت؟ تفضل رد علي. أبي عنده علاقة مع وحدة بتشتغل. خلاص